ما اسم الكتاب الذي ألفه الشيخ حمود التويجري رحمه الله في الرد على أبي غدة؟ والله ما يحضرني اسمه بالضبط، لكن هو رد على أبي غدة في مسألة خلق القرآن، لأن الشيخ أبا غدة عفى الله عنا وعنه يقول إنها مسألة يعني مثل غيره، يقول إنها مسألة ما تحتاج كلها هالعناية وهالردود. وكما يقولون إن الأمة بحاجة إلى الاجتماع والاتفاق، يتركون ينبذون الخلاف وكل له رأيه، كذا يقولون. وعلى هذا ما يرد باطل ولا ينصر حق، إن قال كل على ما هو عليه. هم يطالبون الآن بهذا، فالشيخ رحمه الله الشيخ حمود رد عليه وبين إن مسألة القول بخلق القرآن ما هي مسألة هينة ولا عفوية، وراها ما وراها. نعم.